الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكر نفسي وإياكم بآية عظيمة من كتاب الله تعالى، وهي الآية الثامنة من سورة فاطر. يقول الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. هذه الآية الكريمة من هذه السورة يبين الله تعالى فيها صنفا من أصناف الناس، وحالا من أحط الأحوال التي يقع فيها كثير من خلق الله سبحانه وتعالى. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. أن يكون العبد في هذه الحياة الدنيا مجتهدا متعبدا، ولكن بغير العبادة الشرعية، وأن يسلك طريقا يظن أن هذا الطريق يوصله إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى جنته، ولكنه يتفاجأ يوم القيامة بأن هذا الطريق لا يرتضيه الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ذكره الله في القرآن كثيرا، فقال تعالى في سورة الأعراف: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى في سورة الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. وقال جل في علاه في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قال ابن كثير: أي نزين له طريقته ونحسنها استدراجا من الله تعالى، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا أخطر شيء أنك تكون عايش في الدنيا وقايل نفسك بعدين بتنجو وبعدين تهلك. لذلك الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى كان له ولد يقال له علي، ويلقب بأنه قتيل القرآن. وسبب هذا اللقب كما هو معلوم لدى الكثيرين أن الفضيل كان حسن الصوت، وكان يقرأ قراءة المتخشع الخاشع لله سبحانه وتعالى. فكان إذا صلى بالناس وصلى خلفه علي وقرأ القرآن في الصلاة الجهرية تأثر ابنه هذا بقراءته، حتى قرأ ذات ليلة أو ذات يوم في صلاة الفجر أو ذات ليلة في المغرب أو العشاء قرأ قول الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. فلما قرأ هذه الآية خر علي بن الفضيل مغشيا عليه، فأخذ إلى داره، فقالت أم علي للفضيل: ستقتله يوما، أي بمثل هذه القراءة. فكان يأتي فيمر بالمسجد، فإذا رآه ذهب إلى مسجد آخر صلى بالناس، حتى دخل
ذات يوم أو ذات ليلة فصلى، فدخل علي فصلى خلفه حتى بلغ قول الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فسمع شيئا قد سقط، فلما انتهى من الصلاة حركوا عليا فإذا هو قد مات بسبب آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يخاف، انت أول شيء تخاف الله سبحانه وتعالى، وده ما معناه تشك في المنهج، تعمل حسابك، لأنه الشك ده، الشك مرات كفر، مرة واحدة الشك في الدين كفر أصلا، ما في اثنين ثلاثة، لأن الكفر والردة تكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك، كما ذكر الفوزان وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الله الفوزان. فإنت مش معناه تشك في المنهج، لكن في كثير من الناس يسلك منهجا منحرفا ويظن أنه على هدى. وليه إنت بالتحديد؟ وأقصد بك بهذا الخطاب الذي يكون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة، ليه ده ما يشك؟ لأنه ده أصلا ما داخل في جانب التزيين. والدليل الآية التي ذكرت آنفا: ومن يشاقق الرسول، قال ابن كثير: أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته في شق وهو في شق آخر. ومن يشاقق الرسول، زي زول ماشي بعدين في شارع، ماشي لغرية وقال له يا زول نمشي بالشارع ده، قال والله الشارع ده دقداق وفيه حفر كثيرة، أخير نشاقق. نشاقق ده بيمرق في الصحراء ولا في بير ولا في بحر، المهم وفي النهاية بيهلك. ففي ناس شايفين الدين كأنه فيه دقداق، يعني فيه ابتلاء، ما هو الدين فيه ابتلاء وما فيه دقداق لكن فيه ابتلاء، فيقول والله يا أخي كان مسكناه قوي صح بتجيب لنا مشاكل والناس كلها حولنا بزحوا، فنحن كمان نواسية شوية. تواسي شنو الدين؟ تواسي شنو؟ تمسك الحق وتسلكه وتصبر حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، بينوا له الحق، ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولم يكن يومئذ مؤمن إلا صحابي، لم يكن يومئذ مؤمن إلا من كان صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي يوم نزلت هذه الآية. فالزول المتابع الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة ده ما يشك، يكون عليه يقين، يكون عليه يقين. فلا تكونن من الممترين، لكن ما على منهج النبي عليه الصلاة والسلام ولا على منهج الصحابة ده زينوا لدربه، وللأسف بتلقاه مرات بحس ببعض اللذة، لكن احنا الحمد لله خلينا الجرح والتعديل، شغلتنا الموت والقبر، لا فيه خوف، لا مهجومين، لا بنسأل زول، لا بيسألنا زول، مرتاحين. وانت قال الدين بالراحة دي وانت ما مرتاح، لانه كان مرتاح نحن ما نريحك، والله ما في راحة. ولك انا هنا ما دارين اي شيء بهيج القلب، واي شيء بيجيب لنا مشاكل نحن ما دايرينه، ما دايره. قال لك يتكلم في الدين منه؟ والله ما قالوا يتكلم في اجر، في اجر شيل الدين كله، زي بعض الدعاة عاملين فيها ظريفين، ولك انا لا بخسر زول لا هنا. وبعدين يقول لك التوحيد ده عيب ولا فيه كلام؟ ما فيه كلام، نحن بس شغالين توحيد، اختلفوا صالحوا فتن ما فتن، هنا شغالين توحيد، توحيد تمام. وفي احسن من التوحيد؟ لكن التوحيد ما براو عشان ما الشيطان يغشك، التوحيد ومعاه حاجات تانية، ودي من مكملات التوحيد، لان الله تعالى قال: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، مش قال شيلوا التوحيد بس،
سرورية تلقاهم في التوحيد في كثير من جوانبه تلقاهم يقول لك هاي تمام نتفق معك، لكن في الخروج يضلوا. تلقى كثير من الحزبيين في التوحيد يقول لك هاي توحيد ده كمان فيه كلام، لكن في كثير من الجوانب يضل. تلقى كثير من المتعصبين لمن يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. توحيد أي أزول نحن عندنا فيه كمان ده شيء، لكن تلقى عنده مشاكل تاني. فإنت شيل الدين كله بعبادته وأخلاقه ومعاملاته وعقيدته، ويكون أساس الدعوة عندك التوحيد، وما كمان تعديه جانب تاني وتخلي التوحيد. وإذا كان أصل الأصول وهو التوحيد مع إهمال بقية أصول الدين، هذا منقص في العبد. فكيف بمن أخذ بجانب من جوانب الدين وترك التوحيد؟ ده برضو على خطر عظيم. ولذلك الإنسان يراعي هذه المسائل. في ناس زين لهم سوء أعمالهم، كما قال الله تعالى عن فرعون أنه صد عن السبيل وأنه زين له سوء عمله فرآه حسنا. ولذلك رب العزة والجلال في كتابه العظيم بيّن لك كيف الطريق الموصل إلى الهداية، وبيّن أسباب ذلك. ذكر ذلك السعدي رحمه الله في تفسيره لسورة البقرة، قال: والذي يكون جاهلا ويذكر له الحق والعلم فإنه يهتدي، لكن يهتدي إذا توفرت فيه أسباب الهداية التي جاءت في قوله تعالى، وهذه الآية من سورة المائدة التي ذكرها وهو في تفسيره لسورة البقرة. قال: الذي تتوفر فيه أسباب الهداية التي جاءت في قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. تكون التدائر رضوان الله سبحانه وتعالى، وبتتبع المحلات اللي الله بيرضى فيها عنك. لمن يرى الله سبحانه وتعالى منك هذا أنك تريد رضوانه، فإنه يوفقك عند سماع الحق أن تتقبل هذا الحق. قال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ويدخل في هذا جميع طرق الصوفية كلهم قائلنا في سنة على خير الختمية، ولكن احنا شيخنا الختم قائلنا في سنة على خير، وشيخ من واحد مشايخ يقول: أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. ده بيجمع قادرية قائلنا في سنة على خير، وهم على ضلال كما يقول أحد مشايخي: ذراعي عن شيخي ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحت، إلى آخره. تجانية قائل نفسهم على خير، ناس قائل نفسها على خير ماشى ومخدوعة، وزين لهم سوء مناهجهم وسوء أعمالهم. فإن تكن على حذر وبين للناس وأخلص لله سبحانه وتعالى، فدل زينت لهم سوء أعمالهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ودي مسألة تانية، أن الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، ودي تخليك تخاف وتخليك في نفس الوقت تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي أو قلوبنا على طاعتك. فإنت تسأل الهداية من الله سبحانه وتعالى، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما تظن أنه كونه إنت بقيت مسلم وفي المسلمين تبقى سلفي، وفي السلفيين هسه في ناس راس ضارب ذاته. واحد يقول لك: نحن الحمد لله خلينا الجماعات والأحزاب، لكن غاية الأيام دي ظهرت حاجة جديدة، ما عرفنا ذاته الصاح مع ده ولا الصاح مع ذاك، والحاجة الجديدة دي كل مرة تجينا حاجة جديدة
إلى آخره. يا ناس أنا دار أديكم فائدة والله، وهذه أعظ بها نفسي قبلكم وأعظ بها المستمعين. الزول ما يشي يسمعه يأثر فيه. أنت مش عليه حق ولا في شك؟ الزول اللي في شك يفتش أسباب اليقين، يسأل الله سبحانه وتعالى ويصدق أمر الله خبر الله سبحانه وتعالى، ويقرأ القرآن ويقرأ السنة ويستمع لكلام العلماء، يصل اليقين. لكن ما ممكن أنت تقول والله أنا سلفي، خليت البدع والجماعات المنحرفة وخليت أي شيء، ولسه تقول لي والله أنا حيران، الناس دي أها اختلفوا في شيخ فلان، شيخ فلان قالوا، واحدين قالوا سلفي واحدين قالوا ما سلفي، واحدين قالوا سلفي لكن عليه بعض الملاحظات، واحدين قالوا والله الزول بس كان عمل كذي بيبقى كذي. يا أخ مالك ومالك؟ أنا ما أعرف النازل بيناقشوا في حاجات غريبة جدا. واحد يقول لك أنا إلا أسمع للشيخ ده كان ما سمعت له ما برتاح. منو؟ واحد ناقشته العدسي كان ما سمعت له ما برتاح. يعني كان ما سمعت له ما بترتاح؟ أي. وفي النهاية سماع؟ أي. أنت هو أفضل تسمع لعالم ولا طالب علم؟ قول ده طالب علم. نحن طبعا مختلفين معه. قول طالب علم، قول عالم، هب كما يقال، هب هبوب، هب أنه طالب علم. أغير تسمع لعالم ولا تسمع لذا؟ ولك يا أخ. وطبعا محمد مصطفى جاب لهم شبهة، قال لهم زي ده قول له أنت عالم، كان قال لك هاي أدي ضحكة، كان قال لك لا قول له طيب انت بتتكلم لشنو؟ انا قلت لك اسمع علي انا؟ انت كان انا قلت لك اسمع علي انا؟ قول لي انت عالم ولا ما عالم؟ لكني اقول لك اسمع علي علماء، وده الدرب في النهايه اللي بنجي، لان الله تعالى قال واتبع سبيل من اناب اليه، ولانه قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فانت اذا كان تسجيلات تسمع علي عدسي، اقول لك يا اخي ده المشايخ اختلفوا، كون محمد مصطفى يرد على محمد الامين اسماعيل، لا انت شيخنا، لا محمد مصطفى شيخنا، لا محمد الامين شيخنا، كلكم مشيوخ. شيوخنا شنو؟ كلام بتاع لخبطه، ده دول بيسب الصحابه، ولسه دول ساكتين، وداك في المنبر شغال وشغال هدم للسلفيه، عديل كذي الرجل ده، ولا شغال بهم. هم جارين وراه وهو لا شغال بالفرع. مرة خروج، مرة بجاي ثناء على سيد قطب، مرة بغادي ثناء على عبد الحي يوسف، مرة بجاي ماشي شلابس شال خدر، مرة كلام كثير جدا وكلها لخبطة. فأنا أسي الآن لو قالوا لي يا أخي، الآن أنت لو قالوا لك ده تسجيل لواحد مسكين اسمه أحمد البدوي، وده تسجيل للشيخ محمد أمان الجامي، تسمع ياتو؟ مش تسمع الجامي؟ وده مسكين لكن ما مبتدع، لكن ما تضيع زمنك والله عشان أبقى معك واضح. طيب فما بالك تسمع لعالم ولا زوج زي ده نفرت من أشياء من الدين ذاته. فما يجوا النازل بالمناسبة في أشياء كثيرة واقعين فيها، وأنا ناقشت بعضهم في الحرم المكي هناك، ناقشته قاعد يسوي لي والله، لكن زول كنده ما خلى امام الحرم شغل لي تسجيل لي مزمي، ما خلى امام الحرم. قلت له يا شيخنا انا عشان اختصر لك الموضوع ده في دقيقه واحده بس، مزمل ده واخوانه بتاخدوا عليهم بتقولوا الالفاظ والادب، وحتى الالفاظ دي بيستخدموها مع اهل البدع مش مع اخواننا السلفيين. الالفاظ دي ذاتها بعض ناصحون اهل العلم وخلوها، والبقع فيها تاني بيرجع. وعملوا لقاء في الاخلاق هناك في البلد، قلت له اللي يعني هنا فيه، قلت له ده ما اخذكم عليه رجع، لكن هو ما اخذوا على انصار السنه
مسائل في الدين وفي أصل الدين، وبعدين في المنهج تعامل مع أهل البدع وإلى آخره، كلام كثير ذكرته اليوم في طيات النقاش. فواحد فيهم قال لي والله وكي تخلى الألفاظ بعد ده اللي يرد على أي زول، ده ما اتفق معاه. قال لي مشيت معاه ده مزمن ده بتجي يوم القيامة شايل شوالات بتاع الذنوب، هي ذنوب ولا سفنجات بيشيلوها بالشوالات، ده كله لعب يا أخ بالدين ولخبطة إلى آخره. ناس ما يتورع الزول ذاته في المجلس ذاك تكلم في شيخ ربيع، قال لي ده ما عالم. قلت له محمد ابن هادي، قال لي ما عالم. قلت له عبد الرحمن محي الدين، قال لي ما عالم. قلت له العالم زي منو؟ قال لي زي عبد الرزاق عبد المحسن العباد. طبعا نحن لو ما نرد على يداك المجرم ده بتاع الفتحاب كانت ديته تفه، لكن خليها مستوره كده بس. اخ ده ما عالم ودير علماء، ذيل ما علماء وده عالم. يا ناس الله يهديكم، موضوع وطويل. قلت له يا اخي انت ما بتتقي الله، انت يا زول انا والله سمعت عنك خير، قلت له لكن قلت له تقول ديل ما علماء وده عالم؟ طيب قلت له ديلك شيخ ربيع ده اثنى على الالباني. قال لي انا سنه 1420 لا كم سنه؟ قلت له 18 سنه قعدت معاه، والى اخره حصل بيني وبينه نقاش في موضوع قال في المعهد وما المعهد، كلام طويل. قلت يا شيخنا من 1420 لاسي لو ما عالم ال 18 سنه دي كان بقته عالم. قلت يا اخ ما تضيع زمننا يا اخ، انا شيء اصلي يا اخ واعبد الله. قمت مشيت في النهايه صليت والله يتقبل، وقريت كم ايه الله يتقبل. فلذلك ده كله يا جماعه الكلام ده الجرانة لو شنو؟ فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فكون الله سبحانه وتعالى اهديك للاسلام في وسط ناس كفار، ويهديك في الإسلام للسلفية الناصعة البيضاء، استمسك بالحق وما تتلفت وما أي كلام يأثر فيك. انت عارف امشي قدام وارمي قدام ما ترجع ورا، ده ما جاي يمسكك ساعتين عنده شبهة ترد له انتهت، ما بقرك ذاته على الحق، ما بقر. قول لك كذا سيدي خليها بعد تفحم وتذكر له الأدلة، قول لك كذا ده خليها في واحدة ثانية، ده في داعي انا اضيع زماني معه؟ اقرا اخي في متون وفي قران احفظه وفي وقت حافظ عليه واجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى وفي ذكري وفي عبادتي، وفي صوفيه اشتغل فيهم دعوه، والساحه دي كل يوم جايبين شبهات وغلبتنا الشغله. صلاح جوده غالب يرد على محمد مصطفى لما نوافقوا في الضلال بتاعه، وغالب يرد على الحلبي لما نوافقوا في انحرافه قبل قال بيرد عليه شيخ ربيع ده. اصبر انا بنجم وشلت التسجيلات قريب ان شاء الله. والله قال الحيران بتاع شيخ ربيع اشد غلوا من حيران الصوفيه، قال والله الغلو شفته في حيران شيخ ربيع ما شفته في حيران الصوفيه. معناه زول ما شاف صوفيه ولا شافه وعمل رايح ولا كيف؟ قال واحد من اتباع شيخ ربيع قال من تكلم في نظارة شيخ ربيع فهو مبتدع، وعنده نظارة وما لابس نظارة ذاته. يا ناس يا اخ ما انا ما دار اضيع زمنكم وجزاكم الله خير، لكن في النهاية فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فالله تعالى عليم بعباده، ثم يوم القيامة يحاسبهم ويجزيهم على أعمالهم، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا عاملهم بعدله سبحانه وتعالى أو عفى عنهم إن كانوا من المسلمين. فالواجب علينا جميعا أن نهتم بالوقت، وأن نهتم بأسباب الهداية من طلب العلم وتحري الحق والصدق، وأن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما أولى به علينا من نعمة معرفة السلفية. أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك حتى نلقى إن ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.